هذا وقد أدى المواطنون صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات الكبرى المخصصة لأداء الصلاة بأنحاء الجمهورية. وسط أجواء من السعادة والبهجة امتلأت المساجد والساحات والشوارع في جميع المحافظات بمئات الآلاف من المواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وشهدت ساحات المساجد زحاما من المواطنين لأداء صلاة العيد، كما شهدت الشوارع توزيع الهدايا والعيدية على الأهالي والأطفال لرسم الفرحة على وجوههم ابتهاجا بالعيد. وانتشر رجال الأمن في أماكن تجمعات المواطنين لتأمينهم وتسيير الحركة المرورية، كما دفع مرفق الإسعاف بسياراته في أماكن الزحام للتعامل مع أي حالات طوارئ. بقول كل أهالي أسوان كلهم كل سنة هم طيبين، وكل سنة هم طيبين، وكل المسلمين كل سنة هم طيبين، ومصر كلها كل سنة هي طيبة، وعيد سعيد علينا يا رب إن شاء الله. صلينا إن شاء الله صلاة العيد، وبعد كده إن شاء الله هنروح نذبح، وبعد الذبح نوزع كده للناس واكل وشرب، وان شاء الله بكره ناخد الاولاد ونروح بيهم الجنينه ونتفسح ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. النهارده اسوان كانت مشتزه بالمصلين في ساحه الصالحين، اكثر من 20,000 مصلي. الحمد لله تعالى انعم الله علينا ان صلينا النهارده، وبعد الصلاه ان شاء الله سوف نتوجه الى الذبيح. اللهم لا تحرمنا ان نذبح العام القادم على جبل عرفه باذن الله تعالى، وكله مشتاق يا رب العالمين. حوالي 20,000 مصلي وكله بقلب مطمئن، ونجعلها باذن الله في ميزان حسنات المسلمين جميعا، ونتمنى أن تكون بإذن الله العام القادم الصلاة في عرفة بإذن الله ومزدلفة ورمي الجمرات، واجعلنا من حجاج بيت الله الحرام، وكل عام وأنتم بخير. بنبعت التهاني لأهالينا وأصحابنا وحبايبنا وكل الناس، وعيد يا رب يعودوا بالخير على الجميع إن شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية وعلى بلدنا الحبيب مصر إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم إن شاء الله، وعلى الشعب المصري كله، وعلى الرئيس السيسي. يعني اللي بصراحة هو مثال وقدوة لينا وللشعب كله، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله عيد سعيد عليكم. كل سنة وانتم طيبين وتحيا مصر. ويأتي ذلك وسط متابعة ميدانية للحالة العامة والنظافة والتعقيم بالمساجد والساحات ومحيطها، بالإضافة للأسواق وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك. كما تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مديرية بالمحافظات، إضافة إلى غرفة عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، مع ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.